ان هو يمشي قطعة اكل قدام مناخير الكلب ويشوف ردة الفعل وهو نايم. بس المشكلة ان انا خايف وانا بقرب لكوفو يقلق او يصحى، ان هو مش في نوم عميق. يعني نوم عميق ما كنتوش هتسمعوا صوتي من شخيره ما شاء الله عليه. بص بحاول اتحرك، حرك جفن عينه وخد باله ان انا بحاول اتحرك. لا ده هياخد باله، انا هستنى شوية ونحاول مع التجربة يروح في النوم اكتر. صحي اصلا؟ لا لازم نستنى. زي ما انت شايفين هو رايح في النوم، بتكلم بقالي شوية جنبه ما شاء الله عليه، زي ما انت شايفين بيشخر مش دعوة. هنقدر دلوقتي انا خايف بصراحة ياكل ايدي، يعني يفتكر نفسه بيحلم ويشم القطعة فيروح بلعها على إرادي. كده آمن وأحسن لكل الأطراف. مقدرش طبعا أضايقه، مقدرش أتدخل إن أنا صحيه، يعني لو مصحيش هشيلها، لأن زي ما قلتلكوا وقت نوم الكلاب يفضل ما تلاقيهوش. لا ده نقول له أحلام سعيدة، وسريره عمال يجي بدأ يحلم بالأكل. خلاص هو اعتاد الريحة فانشالها. عينه شكلها مخيف، بس ده يعني النني مع الجفن المقلوب. هو المهم ان هو قافل عينيه على قد ما يقدر، بس هي الجزئية دي مفتوحة كده. شايفين كده الوضع عامل ازاي؟ أحسن بكتير. قول كم من نوم؟ نوم يا كوفو بهنا. فشلت التجربة، نبقى نعملها تاني. مناخيره بدأت تتحرك أهي، يمكن هتنجح دلوقتي ولا حاجة. بس أنا خيره بتلعب ازاي معاها ما شاء الله. بس ان هو كده في الفيديو هيصحى يخرج مثلا. بس هو لا هو بيحلم، الكلاب بتحلم يا جماعة وبتحس. يعني لو حياته فيها حاجات وحشة وبيحلم بيها، فيها حاجات حلوة وبيحلم بيها، فخرجوهم وبسطوهم وعطوهم حاجات كتير إيجابي بشكل إيجابي طبعا. لكن المفروض يبقى ريل، بس بعد ما طول كده أكيد حلقة. أتمنى تكون عجبك. شكرا. نعم ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ انا وشيت طبعا متفاجئ، طبعا مش مصدق. حاسس ان انت لسه بتحلم صح؟ لسه بتحلم؟ لا نقول لكم شكرا.